السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال: ايه الفرق بين الـ NWC والـ NWF والـ NWD، وانا واحد فيهم اللي بنسلمه في المشروع؟ لما اجي اقول له open بلاقي الاصل عندي في NWC وفي NWF وفي NWD. NWC ده اللي بيخرج من الريفت اوتوماتيك، يعني لما بقول له صدر لي من الريفت او من الاوتوكاد او من تكلا او بيصدر لي ملف اسمه NWC. لو فتحته ما ينفعش اعدل فيه، اللي يعدل فيه الملف الاصلي. يعني لو انا بعد فتره عدلت في الريفت او في الاركيكاد او في اي برنامج، بروح منسيف على ال NWC. ال NWC لو فتحت نفس وركس وحاولت اعدل عليه ما ينفعش تعديل، حاولت اضيف اي حاجه ما ينفعش. طب اعمل ايه بسيف NWF؟ NWF دوت ده الملف اللي فيه اي حاجه اضافيه. يعني لو انا عملت حصر، عملت كلاش ديتكشن، عملت تايم لاين، عملت اي حاجه وعايز اخلي اسيف المعلومات ديت، بسيف على NWF. يبقى انا عندي ال NWF ده ممكن احط جواه كذا ملف NWC. يعني عندي ملف NWC معماري، وعندي واحد انشائي، وعندي واحد كهروميكانيكال، كلهم يتجمعوا في ال NWF. يبقى احنا كده عرفنا ال NWC وعرفنا ال NWF. امال ايه ال NWD؟ ال NWD ده documentation. يعني بعد فتره مثلا بروح مسيف NWD، ده بيبقى ملف فيه المعلومات، ولو حصل اي تعديل في ال NWC ما بيظهرش في ال NWD. يعني ال NWF بيبقى مرتبط بال NWC، لو اي حد عدل في ال NWC بيتعدل في ال NWF. يعني ال NWF ده ملف لايف، اي حاجه بتحصل تعديل في ال NWC في الشغل بيظهر معاه في ال NWF. ال NWD لا، ده خلاص دوكيومنتيشن. انا بقول ده الملف بتاع نفس وركس لشهر يناير، شهر ابريل، بحيث ان انا ارجع له واعرف ايه التعديلات اللي كانت موجوده في الشهر دوت. يعني لو انا حسيت ان في حاجه غلط، ده ارشيف بالنسبه لي. تمام. طيب انا المفروض ابعت ايه في العقود؟ ساعات الراجل بيريح دماغه ويقول لك انا عايز الثالث. تمام. غالبا ما بيطلبش ال NWC، بيطلب يقول لك ايه، ابعت لي ال NWF ومع ال NWC، لان ال NWC هيضطر ان هو يدخله بعد كده يعمل كاش ديتكشن. فبيقول لك لا، انت اعمل الحاجات دي وابعتها لي، او ابعت لي ال NWD. غالبا في اغلب العقود اللي انا شفتها بيقول لي ابعت لي كل ال NWC، وابعت لي واحد NWF يكون متجمع فيه ال NWC، وممكن يطلب مني ال NWD. وفي بعض المشاريع كان طالب NWC لكله، و NWF لكله، و NWD لكله. طبعا ده مش منطقي، المفروض ان ال NWF بيتجمع فيه ال NWC، فهو ملف NWF واحد كفايه اشوف فيه كل ال NWC وابدا اقدر اعمل عليه كلاش ديتكشن، اقدر اشوف فيه المشاكل. فالافضل في العود ان انا ابعت كل ال NWC وملف واحد NWF وملف واحد NWD لو مطلوب.